معكم هشام من قناة تقني تيم. اليوم في هذا الفيديو غادي نطرقوا الى ماتيريال جديد اللي هو لي فان كورس، اللي هو على هذا الشكل ولا على هذا الشكل ولا على هذا الشكل. هما كاينين عدة اشكال على حساب الشركات، على حساب طريقة الاستخدام وفين غادي نستخدموه. المهم هو ماتيريال اللي كنستعملوه في الاندستريال حتى هو بزاف، ونقدروا نستعملوه حتى في الكليراج بيب، الكليراج العادي ديال المنزل. يمكن نستعملوه في شي ماريو ولا في شي باب ولا في شي حاجه اللي يمكن لينا نستخدموه في اي حاجه، لانه هو غير كونتاكت نورمال اوبن او كونتاكت نورمال كلوز، يعني واحد محلول وواحد مسدود. ملي كتورك عليهم كيتبدلوا. شيما ديال فان كورس اللي هي على هذا الشكل، واحد جوج ديال لي كونتاكت، عندهم واحد الدريجة هنايا، واحد مسدود وواحد محلول، وديما كتكون لا ليزون ما بيناتهم، يعني لا هذا تحل غيتسد هذا ولا تسد هذا غيتحل هذا. هذا نورمال كلوز وهذا نورمال اوبن كما كتشوفوا، اوبن نورمال كلوز. هذه هي الشيما ديال هذا الفان كورس، حيت فيه كونتاكت لي نورمال اوبن بوحدو والكونتاكت لي نورمال كلوز بوحدو كل واحد، والبورنية ديالو. اما هاد لي فان كورس على هاد الشكل، هو عنده واحد الكوما بين هاد الكونتاكت نورمال اوبن والكونتاكت نورمال كلوز، لي الشيما ديالو على هاد الشكل. وهذا يعني هذا نورمال كلوز نورمال اوبن، هذا الكوما، هذا النقطه المشتركه بين هاد نورمال كلوز نورمال اوبن. كما كتشوفوا هذا هو الشيما ديال هاد الفان كورس اللي هو على هاد الشكل، كيكون كوما ما بين جوج ديال لي كونتاكت. وهذا عنده كونتاكت نورمال اوبن وكونتاكت نورمال كلوز كل واحد بوحدو، كل واحد البورنيه ديالو. غادي نشوفوا واحد يعني واحد براتيك بسيط، غنديروا واحد الفان كورس مع واحد جوج ديال لي لومب، غنديروا هذا اللي فيه الكوما، حيت هذا اللي عنده كل واحد بوحدو كونتاكت بوحدو، يعني ساهل راه باين واضح، ما خصو ما عنده حتى شي مشكل ولا ما عندنا حتى شي اشكال فيه. غنديروا هذا اللي فيه واحد الكوما باش نشرحوا، باش نبسطوا الطريقه ديال العمل ديالو، ونتلاقاو. غادي نصايبوا الشيما ونتلاقاو. كتشوفوا درنا واحد جوج ديال لي لومب، واحد البولات عاديين كيخدموا 220، برونشيناهم مع واحد الفيزيبل، عطيناهم النوتر، النوتر عطيناهم البولات. والروتور ديال هاد البوله الاولى جناها الكونتاكت اللي مسدود ديال هاد لي فان كورس، والكونتاكت اللي محلول جنا ليه الروتور ديال هاد البوله. كما كتشوفوا هذه هي الشيما، عندنا كونتاكت محلول كونتاكت مسدود والكوما، الكوما دينا الفاز والروتور دينا هنا والروتور دينا هنا. غادي نطلعوا الفيزيب، غتخدم لينا بوله كما كتشوفوا هي خدمات. غادي نورك على الفان كورس تقلب لي البوله الاخرى كما كتشوفوا هاي على هذا الشكل. هذه شيما بسيطه يمكن باش نشرحوا الخدمه ديال هذا الفان كورس، راه بحالو بحال هذا الفان كورس وجميع لي فان كورس. هذه هي البرينسيبال ديال الخدمه ديالهم، يعني كونتاكت محلول كونتاكت مسدود، وكاين واحد لا ليزون ما بيناتهم، يعني لا تسد هذا غيتحل هذا ولا تحل هذا غيتسد هذا. هكا كيسالي الفيديو ديالنا. اذا عجبك الفيديو ضغط على لايك، وما تنساش تشارك في القناه باش يوصلك الجديد ان شاء الله. السلام عليكم.